هاي طبعا من خلال ايه؟ من خلال الفحص خضع نقش فوق الكذا الفرز وخزناه بخط المسند وكذا هي الحقيقه اني نماذج الموميا قد تكون نادره على مستوى الجزيره يعني المثل الوحيد اللي نملكه عندنا في متحف قسم الاثار وهي ادله ماديه لا تقبل الشك تتحدث عن تاريخ امه في فتره من فترات التاريخ الان بدانا نعاني من التدهور اللي تعانيه الموميا لانه الان فيها فطريات فيها بكتيريا و لها يمكن اكثر من 3000 سنه يعني